يخص هاد الحالة بحالة ديال الأمير السلطان هي حالة زعما ما كانش مخطط لها، هي جاءت نتيجة ديال واحد الأحداث مؤسفة. واحد العضو ديال التجمع الوطني الأحرار لأسباب أو أخرى تم العزل ديالو. اللي كيهمنا واش هو الشخص المناسب من التحالف اللي يمكن يسير هذه المقاطعه. هذا هو الهاجس عندنا كتجمعيين. هاجسنا الاكبر هو الشخص المناسب لتدبير مقاطعه مير السلطان في اطار التحالف. نحن متشبتين بالتحالف داخل المقاطعه. شكون الشخص هذا؟ غادي يكون محل مفاوضات، واللي اللي اجدر بها واللي غادي نتفقوا عليه ان شاء الله. راه بدات المسؤولين الجهويين السياسيين راهم خدامين على المساله وغادي يوصلوا لاتفاق. غير باش نقول لكم غادي يكون اتفاق. اعتقد ان المشرع كان حاسم في ضبط ظاهره الترحال من الاحزاب، من حزب لحزب، خاصه في هذه الولايه الجماعيه دي. مساله ظاهره الغياب اللي كتعرفها بعض المجالس الجماعيه او مجالس المقاطعات، راه بطبيعه الحال عندها القانون الذي ينظمها. القانون كينص على ان ثلاثه غيابات غير مبرره متتاليه راه كاين المسطره اللي خصها يتم تطبيقها من طرف السلطات المختصه. عموما المنتخب الجماعي كيتقدم الترشيح هو كيتقدم بطبيعه الحال المواطنين كيصوتوا عليه، وكاين هناك التزامات يعني لابد ان يوفي بها. من بين هذه الالتزامات على الاقل هو الحضور القوي والمستمر في الجماعه في المقاطعه، خاصه في اطار التداول والمناقشه. يعني الا ما كانش عندي مسؤوليه انايا داخل المجلس معين، فكيعطينا القانون الحق في التداول والمناقشه وابداء الراي وابلاغ صوت المواطنين ونكون في المستوى المطلوب. اذا هذه المساله هذه خص لها تتبع وخص لها تشريع اللي يضبطها اكثر من كلش منفلته.